السلام عليكم، أهلا بكم أصدقائي طلاب تانية ثانوي إدارة شربين بالتحديد، مش أي إدارة تانية. هنحل مع بعض النماذج اللي كانت عندنا في اختبار شهر أكتوبر. نبدأ بنموذج رقم جيم إدارة شربين. المفروض السؤال الأول معامل انكسار جذر 3، مش 3 عادي، أخطاء كتابية هنقول هتتكرر مرة واحدة، هتيجي مرة، لا ده اتكرر كتير جدا. الطول الموجي في الهواء المفروض 500 نانو متر، هو كاتبها ملي متر ومعدلها بمزيل، فدي كارثة تانية هنتعامل معاها خلاص عدنا. احسب الطول الموجي في الوسط، فالقانون كان بيقول لك ان الان كان بيساوي ساين فا، الان هنا معامل انكسار كان بيساوي الطول الموجي في الهواء على الطول الموجي في الوسط، فتطلع معاك 288.6 في 10^9 عشان تكون بالمتر، اللي هي موجودة معاك في اختيار رقم جيم. اما في السؤال اللي بعده، فمعلش بقى يعني سامحوني عشان لو لساني اتسحب مني بألفاظ ولا حاجة الحقوني. الدلتا تي عندك ب25 من 100، 25 من 100 ايه؟ ثانية، ملي ثانية، مايكرو ثانية، ساعة، ما قالش. بيقول له ايه؟ مطرقة تضرب احدى نهايتي انبوبة طويلة جدا، وهناك كاشف عند النهاية الاخرى للانبوبة التقط صوتين يفصل بينهما فترة زمنية قدرها 25 من 100. 25 من 100 ايه يا حبيبي؟ ماشي، هتعامل معاها انها ثانية، هتعامل معاها انها ثانية. بحيث سرعة الصوت في الهواء 320 وسرعة الصوت في المعدن 5000. طب 5000 ايه؟ يعني وحدة قياس السرعة، يعني انا ارتجلتها قلت متر على الثانية في الحالتين. فإن طول الأنبوبة هيساوي كام؟ طبعا حلينا الأسئلة دي كتير جدا لما كنت أقول لك فاكر مثلث السرعة، إن السرعة كانت بتساوي إزاحة على زمن، وأقول لك ارجع لمسائل الفارق الزمني، بما إنه مدي لك فارق زمني فالدلتا تي التي من مثلث السرعة كانت بتساوي إزاحة على زمن. إذا الدلتا تي الفارق الزمني إزاحة الأول على سرعة الأول ناقص إزاحة التاني على سرعة التاني، وبما إن الاتنين قطعوا نفس الإزاحة فأخدنا الإزاحة عامل مشترك، وتبقى عندك واحد على سرعة الأول ناقص واحد واحد على سرعة التاني، وبدأنا نتعامل مع السؤال وكتبنا السؤال زي ما هو على الحاسبة، فطلع معايا الناتج راح فين؟ طلع معايا الناتج 85.47 متر. موجود عندك في أنهي اختيار؟ يعني موجودة في أنهي اختيار؟ ده شكل السؤال، موجودة في أنهي اختيار؟ أنا كلامي دلوقتي لموجهين المادة والمسؤولين عن الفيزياء، فين الاختيار بتاعك الصح؟ ليه أكدت لي في الإجابة إن لازم أختار د؟ ده أنا قلت ماشي ممكن ما يكونش دي 25 من 100 ثانية، ممكن تكون 25 من 100 مثلا ملي ثانية، برضه ما طلعتش نفس الإجابة. جربت بدل 25 من 100 جربت 2.5 برضه ما طلعتش نفس الإجابة، ففي كارثة. يعني لو ده مستوى المسؤولين أمال مستوى الطلبة فين؟ السؤال اللي بعده مديني السرعة ومديني التردد وطالب الطول الموجي، خلاص ما اختلفناش، معايا السرعة ومعايا الطول الموجي ومعايا التردد، اروح للمثلث بتاع ان السرعة بيساوي الطول الموجي في التردد واحسب الطول الموجي السرعة على التردد. السؤال رقم 4 بيقول في السؤال رقم 4 موجتان ترددهما الاولى 128 والثانية 320 والاثنين ينتشران في الهواء بسرعة 320، فان الفرق في الطول الموجي لهما، يعني هتحسب الطول الموجي الاول والطول الموجي للثاني وتطرحهم من بعض. الطول الموجي اهو من المثلث السرعة، السرعة كانت بتساوي الطول الموجي في التردد، فهتحسب الطول الموجي لكل واحد فيهم سرعته على تردده، هيطلع باتنين ونص، وهنا 320 على 320 يطلع بواحد، هات الفرق ما بينهم يعني 1.5 متر، الاختيار رقم ج. أما في السؤال رقم 5 مديلك زمن ساعة الاهتزازة، فخلاص أقدر أجيب منه الزمن الدوري اللي هو 4 أمثال، التردد مقلوب الزمن الدوري فيطلع 125 هرتز، الاختيار رقم ب، مفيش مشكلة لحد هنا. السؤال رقم 6 كان بيسأل عن الانعكاس ومديلك الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط وسطح الفاصل 40، يبقى زاوية السقوط ب50 وزاوية الانعكاس كمان ب50، الاختيار رقم ب. أما في السؤال رقم 7 عدد الموجات في نفس عدد من الموجات في نفس الوسط، ثبت لك الوسط يعني السرعة ثابتة، ايه العلاقة بين الطول الموجي والتردد؟ جايب الزمن الدوري، الطول الموجي عفوا والزمن الدوري، الزمن الدوري موجود على محور السينات اوكي، مش السرعة ثابت والسرعة كانت بتساوي طول موجي على زمن دوري، طب السرعة ثابت العلاقة بين مقسومين علاقة طردية، كل ما الطول الموجي يزيد الزمن الدوري هيزيد، فكانت علاقة طردية، الاختيار رقم ج. اما في السؤال رقم 8 بيقول لك حاصل ضرب التردد في زمن نصف زمن ساعة الاهتزازة، تردد في نص ساعة الاهتزازة، هو مش التردد ده كان مقلوب الزمن الدوري، النص نزلنا بيها زي ما هي، زمن ساعة الاهتزاز ده كان ربع الزمن الدوري، فمجرد ما ترجمتهم لمعادلة طيرت التي مع التي، اتبقى عندي واحد وهنا اتبقى نص،
وتبقى حاصل لما طيارنا تي يتبقى ربع، فكده نص في ربع يطلع بتمن الاختيار رقم ج. أما السؤال رقم 9، تردد المنحنى يمثل موجة ترددها 10 هرتز، وبالتالي يبقى زمنها الدوري مقلوب التردد 1/10، فكان الزمن من كيو لار. فلو رسمت لك الموجة بالشكل ده كده، فكانت الكيو موقعها هنا والار موقعها عند أقصى ساعة اهتزازة، فده بالنسبة لي زمن ساعة اهتزازة يعني ربع الزمن الدوري. يعني 1/10 دي لو قسمتها على 4 يطلع 1/40، اللي هو ما كانش جايبها أصلا في الاختيارات، وبقول للطالب إيه ما تكملها من عندك، يعني كتبها بالشكل ده ودخل للطلبة قال لهم ما تكتبها. يعني بجد كارثة، يعني معقول اللي بيكتب الامتحانات نايم للدرجة دي؟ أبيض ماشي يا سيدي، خلاص اخترنا 1/40. السؤال رقم 10، مديله منحنى علاقة بين عدد الاهتزازات والزمن، وبقول له احسب التردد، هو مش التردد عدد الاهتزازات على الزمن بالثانية، اذا هو الميل، والميل بدالة الزاوية تاني الزاوية، فيطلع بواحد الاختيار رقم 1000. السؤال رقم 11، مديله التردد 960 وطالب منه عدد الاهتزازات، وقال له شوف الجسم المهتز ده اللي هو مصدر الصوت ده، والشخص اللي هيتلقى الموجات، الصوت مشى مسافة 100 متر، علما بأن سرعته 320، احسب عدد الموجات. عدد الموجات أنا شفته قبل كده، كم يساوي المسافة على عدد الاهتزازات؟ المسافة الكلية على عدد الاهتزازات. شفنا القانون ده؟ اه شفناه. طيب أنا ما عنديش طول موجي. لا يا حبيبي، أنت عندك السرعة وعندك التردد، فالطول الموجي كان بيساوي السرعة على التردد. خلاص كده شلنا الطول الموجي، حطينا مكانه سرعة على التردد، يساوي المسافة على عدد الموجات. السرعة موجودة، التردد موجود، المسافة موجودة، لسه عدد الموجات. مجرد ما تكتبهم على الآلة بالشكل ده كده يقول لك إن عدد الموجات ب 300، ف 300 موجودة معانا في الاختيار الرقم ده. أما السؤال رقم 12، بيقول لك أنا عندي الزمن الدوري 4 أمثال التردد، ممكن تقول لي التردد بكام؟ يعني كده انت عايز تخلص من الزمن الدوري وتبقي لي التردد. ففكيت الزمن الدوري وقلت عليه هو مقلوب التردد، اوكي بيساوي 4 أمثال التردد. هتلم التردد مع التردد، ازاي اخلص من التردد ده؟ ضربت في التردد في الطرفين، فالتردد هنا اكل التردد هنا، وبقى هناك 4 نيوتن تربيع بيساوي 1. انا عايز النيوتن تربيع دي في طرف لوحدها، قسمت على 4 في الطرفين، فبقت نيوتن تربيع بتساوي ربع. انا عايز النيو بس، اخدت الجذر التربيع للطرفين، فطلع التردد بيساوي نص الاختيار رقم 1000. ودول كانوا ال 12 نمره اختياري. اول سؤال في الاسئله المقالي يتكرر كتير جدا معاك في الانعكاس، يرى الشخص صورته على زجاج النافذه ليلا ولا يراها نهارا لأن كمية الضوء المنعكس عن المرآة عن الزجاج أكبر من كمية الضوء النافذ من الخارج. سؤال اتكرر معاك كتير جدا. أما السؤال التاني، سؤال محترم جدا، بيقول لك عندما ينتقل الضوء من الهواء إلى الماء، عندي هواء وهنا ميه، هنفترض ان الضوء بيسقط عموديا بالشكل ده، ينتقل الضوء من الهواء الى الماء، سرعته في الهواء س، فقال لك تقل سرعته بمقدار الثلث. كلمه اخذنا قبل كده تقل الى وتقل بمقدار. لما كنت اقول لك ايه مثلا شخص ياخد مصروف 10 12 جنيه مثلا، فيقل الى الثلث، عارفين يعني بقى بياخد كام؟ بقى بياخد 4 جنيه. لكن يقل بمقدار الثلث يعني كان بياخد 12 جنيه، عارف يقل بمقدار؟ يعني مجرد الفرق حصل منه خصم ثلث ما كان بياخده، فناقص يقل بمقدار يعني ناقص اللي كان بياخده، ناقص الثلث الفرق، فكده بقى بياخد كام؟ 8. فكلمة يقل بمقدار يعني أنا عايز الفرق بس. فهو كان سرعته سي، فيقل بمقدار الثلث، يعني لما تطرح من السي ثلثها يعني اللي باقي معاك 2 سي. وكان بيسأل عن معامل الانكسار، مش معامل الانكسار كان بيساوي سرعة الضوء في الهواء على سرعته في الوسط سي على 2 سي، فطير السي مع السي ومقام المقام يطلع بس، تبقى 3/2. السؤال الثالث بيقول ماذا يحدث عندما ينتقل شعاع ضوئي من وسط أقل كثافة إلى وسط أكبر كثافة؟ الكثافة الضوئية زادت بالنسبة للطول الموجي. هو مش كان N2 على N1 بيساوي λ1 على λ2، يعني كان بينهم علاقة عكسية. لو الكثافة الضوئية زادت فالطول الموجي يقل، يبقى يقل الطول الموجي. وانتهت كوارث نموذج ج. نشوف النموذج باء وألف في الحلقة الجاية.